اللغة الوحيدة اللي كي نحكيو فيها نحكيو لا على ايدونتيتي لا غير خاطر تحكي ديريكتومون مع العباد. والشيء فرح وقت اللي راهو عباد عندهم احنا نحكيو على الاوبن سورس دبليو الاوبن عندهم اوفرتور ديسبري كاملة باش يجموا بالطبيعة حاجة يتقمصوا ليزانفلونس هذوما الكل لكن بنفس الطريقة وخاصة يخليوا الطابعة نتاعهم موجود فيها. On salue donc Alice Morad and Band. On a donc les conférenciers internes, les speakers. Qui dit que c'est l'open source, pas de choses, il y a des parages qui sont les mots de la vie, qui sont les mots de la vie. Ah, mais il y a des choses qui sont les mots de la vie, et il y a vraiment des affaires à faire. Il y a des يحاولوا باش يبثوا الكولتور هذه كولتور كامله اي واحد فيكم ينجم يشارك فيها اليوم. نستقبلوا طارق شنيتي. طارق عمل عليها تيز دكتوراه كامله نضيف لكم دونك طارق تيز دكتوراه لليونيفرسيتي دوكسفورد يحكي على الغوفرنانس بالطبيعه الحوكمه والغوفرنانس عن طريق انترنت سي بوسيبل بكري الاوبن جوف باش بدلنا عليه شويه استاذنا متخيل تخيلت نهار اخر باش تفوتي قال لي تعمل لايك حاجه ممكن في مستقبل قريب نعطي الكلمه دونك لطارق شنيدي. عفوا الناس الكل وعيدكم مبروك هذا اول عام للثوره التونسيه. طبعا انا كيما الناس الكل نتعب بحالات نفسيه متعدى كل يوم من التفاؤل التام للتشاؤم التام. هذه حاجة طبيعية معناتها في كل فترة انتقالية يلزم يكون فما التذبذب هذا بين الحالتين. لكن البارح كي مشيت لابني في بورقيبة كونفيرمون ا بوكو دو موند كنت فرحان برشا بالعباد اللي جاو برشا عباد جاو عندهم علامات تحذير إلى جانب العلم التونسي. هذه حاجة اللي قلقت برشا عباد لكن بالنسبة لي هي تدل أنه المجتمع هذا قاعد يعيش في مرحلة متاع reorganisation de l'espace public. قاعدين نحاولوا باش نتعديوا مرحلة أخرى يكون فيها الإنسان عنده مرجعية سياسية للأفكار اللي ينادي بها. هذه حاجة طبيعية برشا. الإسونسيال توا سي كو الأتموسفير اللي احنا فيها لازمها تقعد ديما سلمية لازم الناس تحترم بعضها وكما أنجزنا الانتخابات الفارطة في ظروف طيبة الحمد لله توا باش تعداو المرحلة الجاية لأن الديمقراطية لا يكفي فيها أن تنجز انتخابات حرة فما حاجات أعمق من هكا برشا حطيتهم في الكونسيبت هذايا اللي هو المجتمع المفتوح open society. أولاً منين جات الفكرة هذه؟ أنا جاي لا شانس دو فواياجي ان بو في حياتي عديت 10 سنين في الخارج قبل ما نروح لتونس روحت شهرين قبل الثورة العشر سنين هذوما إضافة للمرجعية اللي عندي على المجتمع التونسي شفت فيها عباد جاي من مجتمعات أخرى وتعلمت من عندهم برشا حاجات العباد هذوما وفما دي كاركتيرستيك كي نترومب با في لي سوسيتي فيرمي المجتمعات اللي مش محلوله على الانفيرونمون تاعها واللي العباد فيها مش مفتوحه على لي زونفيرونمون الاخرين. الخاصيه الاولى هو الخوف. فما عباد تخاف من السلطه السياسيه نتاعها. الخوف احنا مستانسين به في تونس خوفنا لسنوات مش 23 سنه كما يقولوا خوفنا اكثر من هكا برشا والخوف هذايا انعكس بالطبيعه على نوعية الحكم اللي مورسة في هذه البلاد. السلطة مش سياسية بركة، نجم تكون أخلاقية زادة، نجم تكون أدوية. يعني في المطلق الناس تخاف من أي واحد عنده السلطة نتاع الأب على ابنه. هذه حاجة نلقاها في المجتمعات المغلقة الكل. الحاجة الثانية فما حدود للتفكير، فما يعني شخص يقول لك أنه هذا هو المجال اللي تنجم تفكر فيه. وكل ما يعني يتجاوز مجال هذاك هو من المحرمات ومش في الإطار الديني فقط يعني من المحرمات حتى بالمعنى العام للكلمة. ثم زاد
يعني une comment dire يعني une tendance à imposer نمط معين للحياة في مجتمعات هذية. وديما نلقى حاجة تتكرر هو أن النمط هذية تكون الخلفية نتاعو يا إما الهوية ما يسمى بالهوية اللي ما عندها حتى معنى في الحقيقة كما قالت المرأة وإلا اللغة وإلا العادات والتقاليد. في الحقيقة يعني أي واحد يحب يفرض عليك أنك تعيش بطريقة معينة ديما نشوفوا أن العباد هذوما عندهم اون ايدي على كيفاش أنت لازمك تعيش ويبرروها بالحاجات هذوما اللي جايه من لا شيء. يعني فماش حاجه مكتوبه تقول لك فوالا هذوما العادات والتقاليد التونسيه اذا تتبعها ماهيش موجوده ولا يمكن ان توجد لان العادات والتقاليد ننتجها كل يوم في تصرفاتنا. ثم شعارات شموليه تتجاوز الحريه الفرديه مثلا اللي حب يقول حاجه شفنا في الثوره بعد جانفي اللي حب يقول اي حاجه يبداها بالشعب يريد وهذه تعطيه نوع من الشرعية للشيء اللي يقوله من بعد، في حين أنه حتى ما ينجم يتكلم باسم الشعب مهما كانت قوته مهما كان يعني تواصله مع أفراد الشعب ومهما كانت نتائجه في الانتخابات. ثم برشا حاجات نقاها يعني في المجتمعات المغلقة منها الاقتصاد الموجه يعني الدولة هي اللي تحكم في العباد كيفاش يستثمروا وين يستثمروا. الإعلام الموجه طبعا يعني الدولة هي اللي تحكم في الإعلام كيفاش يحكي والتعليم الموجه يعني الدولة تتحكم بزاف في الناس وين تقرأ كيفاش تقرأ وشنو تعمل من بعد. هذوما الناس اللي ريتهم في نراهم ديما في المانيفيستاسيون اللي شفتهم في 14 جانفي هما نفسهم اللي شفتهم من بعد قدام التأسيس. سي سون لي ميم بيرسون عملت منهم برشا صحاب. هذه حاجة معناتها بوما اللي تأكد أنه الشعب التونسي هذايا قاعد بتمسك بالثورة هذايا بكافة الفئات نتاعو، معناتها ماهيش فئة واحدة اللي يسميو فيها حديث فرفاصل مش صحيح، مش هي البركة اللي قاعدة تدافع على الثورة نتاعها، الناس الكل مهما كانت مرجعيات نتاعهم قاعدين يدافعوا عليها، وشفنا أنه فما برشا حاجات باهية تعملت منهم اللي هي معناتها هي اون اوكازيون باش نطالبوا كمجتمع مدني الحكومه بانها تكون شفافه وانها تكون مفتوحه وان نشاركوا في صياغه القوانين وان الاداره بصفه عامه تكون مفتوحه للمواطن لان الاداره هو ملكنا احنا قبل ما تكون ملك اي حكومه مؤقته. لكن حابين نحط الامور في اطار اكبر شويه من الاوبن جوف لانه ما يكفيش ان نطالبوا الحكومه انها تكون مفتوحه اذا كان احنا بينا كمجتمع مانيش محلولين. مثلا فما حاجات اللي ناقصين مازالوا في تونس تمس حريه الاختيار، تمس الحريه الفرديه في كيفاش تختار انك تعيش. فما نقائص في حريه التعبير ومش حريه التعبير السياسي برك، لانه توا صحيح انه الناس تنجم تعبر سياسيا كما تحب، لكن فما برشا حريات في التعبير الفني مثلا في التعبير الفكري اللي ماهيش محميه بالكل. حريه تبادل المعلومات بين الافراد ما عرفش كان مازلتوا فايقين، ما هي وقت اللي تمشيو في البينات توا، مازلتوا تعطيو لي دوني نتاعكم في لي كارت ديدونتيتي. احنا توا لازمنا نطالبوا انو لي دوني هذوما نعرفوا وين موجودين، شكون قاعد يستعمل فيهم، وكيفاش قاعد يستعمل فيهم. حقوق الانسان بصفة عامة، حقوق الانسان يعني هذه سيتين كاتيجوري اللي فلو في ذهن برشا من الناس، لكن كل واحد منا في المجتمع هذايا اللي يسير بطريقه ديمقراطيه لازم يكون واعي انه فما منظومه عالميه تنضم لها الناس الكل، الدول الكل، وانه من حقنا ان نطالب الدوله نتاعنا انها تحترم النظم هذه لانها صحت عليها في المنظومات العالميه اللي نحكي عليها. الوغ ما عادش قريتوه الايكونوميست انتليجنس يونت ديموكراسي اندكس تاع 2011 وعمل تصنيف نتاع الديمقراطيه في العالم وجدنا تصنيف مشرف جدا، معناتها نجزنا 53 بلاصه، كنا عم 140 حاجه تولينا في التسعينات. دونك نو سوم 92يام اي نو افون دو بون سكور في كل ما يخص لي بروسيسوس الكتورو، لو فونكسيونمون دو غوفرنمون، لا بارتيسيباسيون بوليتيك، لا كولتور بوليتيك، مي كيف نجيو لي ليبرتي سيفيل
نقاوس كورن تاعنا ضعيف ياسر، ضعيف ياسر خاصة بالمقارنة مع بلدان استبدادية كيما سنغافورة مثلا. فما أنجزنا برشا حاجات فيما يخص الديمقراطية على في مفهوم الانتخاب، لكن مازلنا في كل ما يخص الحرية الفردية مازلنا مؤخرين برشا. وهذه حاجة كنا نكون واعيين بها، على خاطر الديمقراطية ماهيش أنك فقط تختار شكون يحكمك، لازم شكون يحكمك يحترم أيضا حريتك الخاصة في أنك تختار نمط العيش اللي تحب تعيش عليه. طيب، شنو هما التغييرات اللي لازم نعملوها باش نحققوا سكور مخير في المرة الجاية وإن شاء الله نطلعوا أكثر في التصنيف نتاعنا؟ قعدت نخمم في التغييرات الكبرى اللي لازمها تحدث، ولقيت أنه لازم نخمموا في التغييرات القادمة على أساس أنها كرسي، كرسي فيه أربعة ثقيل. الساق الأولى هو طرق التعبير، لازمنا نستنبط طرق جديدة في الاحتجاج. علاش هذا مهم؟ على خاطر توا بالطبيعة الناس الكل تحب تحتج وتحب تعبر على رأيها، وهذا شيء مهم جدا ويلزم يستمر. لا يمكن أن نغلق أفواه الناس، ما تنجمش تطالب الناس أنهم ما يعارضوش، لازمهم يعارضوا، وهذه حاجة صحية جدا وضرورية للحكومة وللمجتمع. لكن طرق الاحتجاج الموجودة حاليا ياسر سلبية، يعني في عوض أنت تقعد قدام مؤسسة اقتصادية وتسكرها وتمنع الناس أنهم يمشوا لخدمهم، نجم تقوم بحاجات أكثر إيجابية وتبدل من الحالة اللي أنت فيها دون أن تمنع البلاد أنها تتواصل في أنها تخدم بصفة طبيعية. فما حاجات كثيرة نجم نعملوها، مثلا لي بيتيسيون في البلدان الديمقراطية المفتوحة، الناس ينجم يفرض على الحكومات نتاعهم أنها تغير قوانين إذا كان يلموا مثلا 60,000 تسعة خنقول. نجم نفرضوا على المجلس التأسيسي اللي قاعد توا يتعمل أنه ينجز قانون في الدستور الجديد يشرع أنه القوانين اللي يعني الدولة نتاعنا تنجم تعملهم يكونوا قابلين أنهم يتغيروا إذا كان لمينا طون دو سيناتور، يقولوا 50,000 60,000. هذه طريقة مثلاً لأن نكونوا فاعلين في تغيير القوانين. ثم لي كومباني أوسي، يا بوكو دو كومباني تري انتيريسونت في العالم الحر، دي كومباني فيهم تكون إيجابية بالحق، كل شيء هي الحرية الفردية، احترام الخيارات نتاع الناس. ثم فيديو قلقتني برشا على إيميل قاعدة تدور على فيسبوك، فيها مغنية اختارت أنها تلبس الحجاب، وتلبس الحجاب وتواصل أنها تغني الغنية اللي كانت تغني فيه قبل، يعني ما اخترتش نمط الغناء اللي هو الغناء الملتزم. هبطوا عليها المغنية هذه برشا انتقادات من المتدينين ومن غير المتدينين. نعرف سي ان سوجي معناتها ينجم يعمل بوليميك كبيرة برشا، لكن أنا بالحق لقيتني كيفاش هوجمت المرأة هذه على أساس أنها معناتها اختارت أنها تعيش طريقة معينة ما عجبتش الناس. وكيف نشوفوا معناتها في السجون دو بوليميك نلقاو أن النساء مستهدفات أكثر من الرجال. وما نجموش نلوم على الحكومة كيفاش تستهدف النساء في الخطاب الرسمي بتاعها مادام احنا ما احترمناش حق النساء انهم يعيشوا كما يحبوا. فهذه يعني حاجة اللي لازمنا نتفقوا لها، لأنه المجتمع الحر الحقيقي لازم يحترم أيضا اختيارات الأشخاص قبل ما يطالب الحكومة أنه تحترم من الاختيارات هذه. الساق الثالث هي الإعلام. طبعا الإعلام في تونس كارثة حقيقية، ويلزم عشرات السنين في تبدل، ما ينجمش يكون فما تغيير توا. ما ننتظروش انه يتم اي تغيير في المستقبل القريب، لكن في بلاصه ان ننتظروا ونقعدوا ساكتين، نجموا كمجتمع مدني ننظموا رواحنا بطريقه اخرى باش نغيروا مفهوم الاعلام بيدو. يعني certain nombre d'initiatives qui sont en train d'être créées en ce moment, des initiatives de journalisme citoyen qui doivent être encouragées. Comme Tunisia Live par exemple, qui est un très bon site.
يعني حاجات اللي تحكي لك على مشاكل في المجتمع بتاعك لما تسمحيش في الإعلام الرسمي تحكي لك على فلان قابل فلان وفرحة كل منهما بالآخر. مثلاً فما ان ريبورتاج عجبني برشا يحكي على الإفاقة في تونس. سي اون كاتيغوري اللي عايشة معانا عندها سنوات وما نعرفوش عليها كيفاش تعيش بالكل. وعجبني بالحق الريبورتاج هذايا على خاطر مشى قابلهم الناس هذوما وشفنا لمحة على كيفاش قاعدين يعيشوا. Et ça nous permet de nous poser des questions sur comment on vit ensemble avec, avec ces invités. طرق مهمة جدا للإعلام مهمة ياسر في أن ننجح الانتقال هذا. وآخر ساق هي التعليم اللي هو أيضا شانتي كبير برشا. أنا باعتباري تعلمت في تونس حتى المرحلة الجامعية وتعلمت أيضا في الخارج في بريطانيا بالتحديد. فقط يعني الاختلاف الكبير بين مفهوم التعليم في تونس وغادي. لقيت روحي وقت اللي مشيت اول ما مشيت لقيت اني متميز في كل ما هو حفظ يعني ارجاع المعلومه للاستاذ بطريقه منمقه وطريقه يعني سوفيستيكي، لكن ما نجمش نخمم outside the box كما نقول، ما نجمش نخمم البرة من المجال اللي تحدد لي، يعني نخمم على حاجات اللي تتجاوز ما قدم لي في القسم. وبشوي بشوي تعلمت اني نتعامل مع المعلومات اللي ناخذها في القسم بطريقة أكثر خلاقة أكثر. والشيء هذا ما تمكنت منه إلا وقت اللي تعاملت مع ناس اللي ما نقراش معهم الكل، ما همش في نفس المجال بتاعي. فما ديز انيشيتيف لي زونيفرسيتي أنجليز اسمهم لي ديبيتينغ سوسايتيز اللي ان شاء الله يوليو يتعموا في تونس ونغزل صديقي يوسف الشريف اللي ان شاء الله يعاوننا في الحاجه هذيا. سوسون دي انيشيتيف اللي يتعملوا في لي كامبوس يونيفرسيتير، يتلموا ناس من ديسيبلين مختلفين، مش لازم لي ساينتيفيك وحدهم ولا ليتيرير وحدهم، ويتناقشوا على الموضوع بعينه. فريمون الحاجه هذيا مع كلامها في تونس تولي فضاء جميل جدا، لانه الناس ينفتحوا على بعضهم، لانه عندنا في مشكله كبيره ياسر في تونس هي التقسيم بين ما هو علمي وما هو غير علمي، اللي مازال قاعد يقنع في طاقه العباد وما يخليهمش انه يخموا في مشاكل تاع المجتمع بطريقه اكثر معناتها بلوس افونسي. فوالا، باش نلخص كل شيء في جمله واحده، أن الديمقراطية ماهيش مجرد انتخابات حرة. وفما تعليق سمعته مؤخراً عجبني برشا، يقول أنه إذا كان تخمم الديمقراطية أنها مجرد انتخابات كل 5 سنين، كأنك تخمم أنه النظافة هي مجرد أنك تغسل روحك كل شهر. عجبني برشا.